وصفة كيك شوكليت، ولا أسهل من هيك. الحلو فيها إنها بتقدروا تستعملوها طول السنة، مش شرط في رمضان. الوصفة الحلو فيها كمان ما بتحتاج منكم ولا مضرب، وطبق واحد بنعملها، ما بتحتاج تجهيزات ومواعين كتير. بالنسبة للقالب، أنا عم بستعمل قالب 8 بوصة يكون مرتفع. الخطوة الأولى أعزائي، عندي مي سخنة حدوب فيها القهوة الجاهزة. أي نوع قهوة أنتم بتستعملوه، بس مش قهوة تركي، هذه قهوة جاهزة هخليها على جنب. قطعة ورق الزبدة اللي بنخل عليها الطحين، هاي صديقتي، على قطعة الورق بحط الطحين، وأضيف البيكنج باودر، الملح، بيكربونات الصودا. وهلأ في إضافتين أو مكونين حسب رغبتكم، اللي هو القرفة والهيل المطحون. حضيف الكاكاو. شوفوا كل هذه الأجزاء اللي فيها كتل. وزي ما اتفقنا إحنا مش هنستعمل خلاط، هنستعمل فقط مضرب يدوي عادي جدا. في الوعاء هحط زيت الذرة، القهوة اللي دوبناها في المي، الفانيليا، الزبدة المذابة، أو حبيتوا تستبدلوها بالزيت برضو بينفع، السكر الأبيض والسكر البني. هلأ حضيف البيض، وأنا دايماً بحب أضيف البيض واحدة واحدة أو بيضة بيضة. هلأ كل هالمكونات حخفقها في مضرب شبك يدوي. صديقتنا الورقة، بضيف خليط الطحين، أقلب لغاية ما تختلط كل هالمكونات مع بعض. مجرد ما تلاحظوا أنها صارت عندكم ناعمة بهذا القوام، كل شيء اندمج مع بعضه، تبقى خلاص عندي جاهزة. عم بستعمل الشوكليت شيبس، القطع اللي بتبقى صغيرة بهذا الشكل، بحط شوية، عندي الأبيض كمان، وعلى طول على القالب. ولمزيد برضو من الشوكليت، إذا حبينا على وش الكيكة بوزع كمان شوية، بدخلها الفرن زي ما ذكرت على الرف الشبكي الأوسط، درجة حرارة 180، خلوها 25 دقيقة، واختبروا النضج بالعود الخشبي. بتدخلوا العود، إذا طلع نظيف اتس اوكي، بتطلعوها من الفرن. لقيتوا شوي العود مش نظيف، بنسيبها كمان حوالي 3 إلى 4 دقائق لغاية ما يستوي عندي الكيك بالكامل. ونشوف أعزائي طريقة التقديم. أعزائي، بعد ما طلع الكيك بخليه يبرد، وإذا حبينا نقدمه بهذا الشكل بيبقى شكله كتير حلو. عندي هون شوكولاتة بالحليب، وعندي هون شوكولاتة بيضة، على حسب رغبتكم تزيين الكيك. أعزائي، وصفة كتير لذيذة وبسيطة وسهلة، أرجو إنكم تجربوها وتستمتعوا بطعمها، وتفضلوا.